السؤال اللي بعده بيقول لي 3 و2 على 10 تساوي نقط. طيب 3 و2 على 10 عايز احولها لكسر عشري، يبقى 3 صحيح علامة اللي هي النقطة، واتنين على عشرة يعني 2 جزء من 10. القيمة العددية للرقم 4 في العدد 3 و94 جزء من 100. الأربعة هنا في خانة الجزء من 100، يبقى أنا هحط 4 جزء من 100 صفر علامة 0 4، يبقى دي التعبير الرمزي أو التعبير العددي لـ4 جزء من 100. الصيغة الممتدة للعدد، ممتدة يعني هفصصها زي ما اتفقنا، يبقى الواحد صحيح زائد الـ1 جزء من 10 زائد الـ7 جزء من 100. هنا 60 جزء من 100، قلنا إن 60 جزء من 100 هي 6 جزء من 10، لأن الصفر اللي على اليمين بعد العلامة خالص في الآخر ده كأنه ملوش قيمة، لأن 60 على 100 قلنا هي 6 على 10، يعني 6 من 10. السؤال اللي بعده 46 على 100 زائد 15 على 100، هنزل المقام زي ما هو وأجمع 46 زائد 15 يطلع بـ61 على 100. طب 61 على 100 اللي هي 61 جزء من 100. السؤال اللي بعده 2 و8 على 10 تساوي 2 ونقط على 100، هو زود 0 للـ10 يعني ضرب في 10، يبقى أنا فوق هضرب في 10، يبقى 8 في 10 بـ80، يبقى أنا هختار 80. العدد العشري الذي يمثل النموذج التالي هو، واضح أوي إن أنا معايا 3 نماذج، هو مظلل منهم نموذجين كاملين، يبقى مظلل 2 صحيح، والنموذج التاني مظلل منه أهو، عد معايا 10 20 30 40، يبقى مظلل 40 جزء من 100، يبقى 2 صحيح و40 جزء من 100. القيمة المكانية للرقم 3 في العدد العشري 12 صحيح و31 جزء من 100، 3 في خانة الجزء من ايه؟ من 10، يبقى أقول له القيمة المكانية هي جزء من 10. الصيغة اللفظية، الصيغة اللفظية أنا عايز أكتبها بالكلام، 9 أجزاء من 100. السؤال اللي بعده 2 على 10 زائد 80 على 100، ما ينفعش أجمع 2 على 10، يبقى أنا هزود للاتنين صفر وللعشرة صفر، يبقى 20 على 100 زائد 80 على 100 اللي هي هتساوي 100 على 100، 100 على 100 اللي هي قيمتها بتساوي مين؟ الواحد. الصيغة القياسية للعدد 2 من الآحاد وجزء من 10 و9 أجزاء من 100، هو هنا كاتبها لي بصيغة الوحدات، أنا بقى هكتبها بالصيغة القياسية، يبقى 2 آحاد، يبقى 2 في الآحاد أحط العلامة، وجزء من 10 يعني 1 جزء من 10 هكتب 1، و9 أجزاء من 100 يبقى 9 في خانة الجزء من 100، يبقى الإجابة 2 آحاد و19 جزء من 100. 5 و24 على 100، 5 و24 على 100 يعني 5 و24 جزء من 100، أي 5 و24 جزء من 100. بيقول لي 8 أجزاء من 100 أكبر من نقط، مين في الاختيارات دي تنفع؟ الوحيدة اللي تنفع هي 5 أجزاء من 100، يبقى 8 جزء من 100 أكبر من 5 جزء من 100. 71 على 100 بتساوي 1 صحيح و7، هو شال من 70 شال الصفر، يبقى أنا هشيل من 100 الصفر، يبقى 7 على 10. نخش بقى على بعض المسائل اللفظية. يوجد 42 تلميذ في الملعب ونحتاج إلى تقسيم، هي واضحة إن هي اسمها التلاميذ إلى فرق ليضم كل فريق 9 تلاميذ، ما عدد الفرق التي يمكن تكوينها؟ يبقى أنا هنقسم 72 على 9 تطلع الإجابة فيها 8، وما انساش التمييز، ما انساش كلمة الفرق. أحضر سليم 15 فطيرة ليعطيها لأربعة من أصدقائه، كيف يمكن تقسيم الفطائر بالتساوي وما الباقي؟ يبقى أنا هقسم 15 على 4، طب هو 15 على 4 ما تنفعش، اللي ينفع أقسم 12 على 4، طب كده اتفضل كمل 15، اتفضل 3، يبقى الباقي 3 و12 على 4 فيها 3، يبقى هو هيوزع على كل واحد 3 فطائر وهيتبقى 3 فطائر. يوجد 48 كوب يجب وضعهما في صناديق وشحنها، حيث يسع كل صندوق لـ8 أكواب، ما عدد الصناديق التي اللازمة لشحن الأكواب؟ حلو، أنا هحط الـ 48 في كام؟ في صناديق، كل صندوق هاخد فيه 8، يبقى أنا هقسم الـ 48 على 8، 48 على 8 بتساوي 6 صناديق. يوجد 540 قلمًا من أقلام الترويم في سلة كبيرة، إذا طلب من التلاميذ وضع الأقلام في صناديق بحيث يسع كل صندوق 9 أقلام، يبقى برضه هقسم 540 على 9. هرسم 54 على 9، 54 على 9 فيها 6، والصفر على 9 ينزل 0، يبقى الإجابة 60 صندوق، عايز يعرف عدد الصناديق 60 صندوق.
تبرعت إحدى المنظمات بعدد 84 كتاب للمدرسة، وتم توزيع الكتب بالتساوي. يعني توزيع يعني تقسيم، يبقى برضو أنا هقسم 84 على 6 تطلع الإجابة 16 كتاب. ادخرت رشيدة 545 جنيها لشراء سيارة لعبة. إذا كانت تدخر 5 جنيهات في كل يوم، كم يوم يلزم لتوفير ما يكفي من النقود لشراء اللعبة؟ يبقى أنا هقسم 540 على 5. طب يلا نقسم، 5 على 5 فيها الواحد، 4 على 5 ما ينفعش يبقى حط صفر، 45 على 5 فيها التسعة يبقى هي هتعمل 109 جنيه، يبقى يلزم للتوفير 109 جنيه. اشترى أمير كتابا من الملصقات يحتوي على 92 ملصق. أراد أمير توزيع الملصقات على 4 من أصدقائه بالتساوي، توزيع برضو يعني تقسيم، كل ده اسمه لحد دلوقتي. يبقى أنا هقسم 92 على 4 تطلع الإجابة معايا 23 ملصق. طب جت منين يا مستر؟ قسمنا التسعة على 4 مش هينفع، هاخد 8، 8 على 4 فيها الاتنين، وتفضل من التسعة واحد، الواحد هيتحط جنب الاتنين يبقى 12، 12 على 4 فيها التلاتة. يوجد 64 قلما من الأقلام الرصاص ويجب تقسيمها، أهو تقسيم برضه، يبقى أنا هقسم 64 على 4 مجموعات من التلاميذ. ما عدد الأقلام الرصاص التي ستحصل عليها كل مجموعة؟ يبقى أنا هقسم 64 على 4 تطلع الإجابة 16 قلم. يمتلك صاحب متجر بيع العصائر 480 كوبا ورقيا. إذا استخدم صاحب المتجر هذه الأكواب خلال 3 أشهر بالتساوي، يعني قسمها على 3 شهور، يبقى أنا هقسم 480 على 3. لما أقسم 480 على 3 طبعا هعملها قسمة مطولة وأكتب جدول الثلاثة زي ما احنا متعلمين وأبدأ أقسم، هتطلع الإجابة 160 كوبا. طب ممكن أقسمها إزاي كده بسهولة؟ 4 على 3 مش هتنفع، هاخد 3، 3 على 3 فيها الواحد، طب اتفضل من الأربعة كام؟ واحد، يتحط جنب التمانية يبقى 18، 18 على 3 فيها الستة، والصفر على 3 فيها الصفر، يبقى الإجابة 180 كوبا. يحتوي القطار على 784 مقعدا للركاب. إذا كان القطار مكون من 7 عربات وكل عربة بها العدد نفسه من المقاعد، فما عدد المقاعد في كل عربة؟ يبقى أنا هنقسم 784 على 7 تطلع الإجابة 112 مقعد. وضع يحيى 21 زجاجة عصير بالتساوي على 3 طاولات، يبقى قسمهم 21 على 3 فيها الـ7 زجاجات. يحتاج مازن إلى 3 على 4 كيلوغرام من السكر لوصفة حلويات. لديه كوب قياس يستوعب مقدار ربع كيلوغرام، يبقى هو معاه كوباية بياخد فيها ربع كيلو جرام بس، طب هو عايز 3 أرباع، يبقى هيستخدم الكوباية دي كم مرة؟ هو يملاها كم مرة؟ يبقى الـ3 أرباع هقسمها لكسور الوحدة، ربع زائد ربع زائد ربع اللي هي بـ3 على 4، يبقى هو هيستخدمها 3 مرات. السؤال الأخير، شرب هاني 100 أو شرب هاني 1.3 على 8 لتر من الماء، وشرب سمير 1.5 على 8 لتر من الماء. كم لتر من الماء شربها هاني وسمير؟ ولو نفتكر ان السؤال ده هو اللي جالنا في امتحان الشهر، يبقى انا هجمع 1.5 على 8 زائد 1.3 على 8، هجمع الصحيح 1 زائد 1 2، والكسور 5 على 8 زائد 3 على 8 تبقى 8 على 8. طب ما 8 على 8 اللي هي بيساوي كام يا شباب؟ بيساوي 1، الواحد ازوده الاتنين يبقى 3. وما ننساش خلي بالك التلاتة المفروض اكتب جنبها لتر، هنا مش مكتوب لتر، لا انا هزود من عندي لتر. وبكده نكون انتهينا من مراجعة أهم جزئيات ليلة الامتحان، وبالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.